بمناسبة قدوم عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق بالتعاون مع مبادرة أعطي حفلاً ترفيهياً لسبعين طفلاً من أبناء الطبقة المحتاجة. جرى خلاله توزيع هدايا على الأطفال وتنظيم مسابقات بينهم على شجر المعزوفات الموسيقية التي قدمتها الفرقة الكشفية التابعة للمطرانية. قمنا اليوم حفل بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وعملنا توزعنا هدايا على 70 طفل بمطرانية الروم الكاثوليك، كانت بالتعاون مع مبادرة جيف وبين الكشاف، وقمنا فيها بتوزيع الهدايا وعملنا فيها ألعاب للأولاد الصغار وكاركترز، وفرقة الموسيقية كمان شاركت معنا لعمل هذا النشاط. المبادرة هاي بتهمها كتير إنه تعطي ابتسامة للأطفال اللي محرومين إنه بالكريسماس أو بعيد الميلاد المجيد هدية بسيطة جدا من المتبرعين من مختلف أنحاء المجتمع الأردني هنا.